لو الحكاية فيها إن فيتو فلا تكلنا إلى غيرك يا أكرم الأكرمين، أحسن نقياهم منا، اجمعهم مع نبيك ومصطفاك كما آمنوا به ولم يرونا، اللهم اجمعهم مع نبيك كما آمنوا به ولم يرونا، اسقهم من يد نبيك الكريم شربة هنيئة مليئة لا يظمؤون بعدها أبدا، لا تحل بينهم وبين نبيك حتى تريدهم مدخلا، اللهم إنا نسألك أن تعلمهم تقواك، وأن تبلغهم رضاك، وأن تمتعهم برؤياك، وأن تجمعهم مع نبيك ومصطفاه، وأن تجمعهم مع نبيك ومصطفاه، اللهم اجعلهم من ورثة جنات النعيم، مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله عزاءكم وشحن الله قلوبكم بالإيمان والدين، وأحسن الله إليكم وجمعكم بمن تحبون من أحبتكم يوم القيامة على عرصات الجنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.